كتير بتقول ان الشخص قبل اليوجا بيكون حاجة وبعد اليوجا بيكون حاجة تانية خالص، فاحكي لي كده عن حياتك، كان قبل اليوجا كان شكلها عامل ازاي؟ بصي دي حقيقة، اليوجا غيرت لي حياتي. بقول لك انا 5 سنين، والخمس سنين كل سنة كانت بتتغير بطريقة مختلفة. حياتي قبل اليوجا كانت، كنت أنا نفسي ممكن أتعصب أكتر، كنت يعني كنت ممكن اللي هو تحسي إن عارفة تحسي إن أنت عندك energy كتير قوي. بعد اليوجا بقيت أهدى، بقيت زودت لي حكمة حتى في حياتي، بقيت كده عندي اللي هو تحسي ان انتي تعرفي تتكلمي مع الناس احسن، تعرفي تتعاملي مع الناس احسن. وغير طبعا بقى الحتة اللي هي في الجسم، هي حولت لي طبعا جسمي من ليونة، من قوة، من ستابيليتي، من البالانس بتاعي برضو بقى احسن بكتير. ففي حاجات كتير قوي اليوجا غيرتها لي في نفس في نفسية فرح، وفي شخصية فرح، وفي جسم فرح، وخففت لي طبعا الإصابة اللي جات لي.